كوكو كريغليتي، هاني رجعت من بعد ما حاولت تسدو ليا حسابي وسينياليتي وصبح الله واحد جوج ديال لي فيديو فيهم غير الزليج المغربي. وياكم نتوما مالهينش بينا، ما كيهمكمش داكشي ديالنا، وعلاش بغيتو تطيروا هاد لي دو فيديو؟ بغاف ندوزو للدرس ديالنا ديال اليوم. كلمه مراكش صدعتوني في التعاليق، نتوما مراكش، نتوما ما عمركم ما كنتو المغرب، راه نتوما اللي عمركم ما كنتو المغرب، كانت سميتكم ارض الوسطى، حتى العهد الموحدين عاد سماوكم المغرب الاوسط، باعتبار انكم امتداد للمغرب، للمملكه المغربيه. وما تضحكوش على راسكم وتقولوا الموحدين من عندكم من الجزائر، حيت هذه اكبر نكته سمعتها، وهذا درس اخر غادي نهضروا عليه من بعد. المهم قلتوا مراكش، مراكش بالامازيغيه أمرن أكوش، وهي الاسم الأصلي، معناها بالعربية أرض الله. غادي نبعدو كتر وغادي نمشيو للميثولوجيا الإغريقية. عند الإغريق كانوا كيقولوا الشمس تحيا عند أمون وتموت عند أكوش، تحيا وتموت، لأنهم كانوا كيعتبروا الشمس كتموت وكتولي تحيا، فكيقولوا كتحيا عند الإله ديال القدماء المصريين اللي هو أمون، وكتموت عند إله الأمازيغ اللي هو أكوش. وغادي نرجع عند أكوش، واش كيبصفيدير كوا؟ كتموت عنده، كتغرب الشمس عنده، يعني أرض إله غروب الشمس، يعني أبو الصباع المغرب، يعني من ما دورتيها كترجع لكلمة مغرب. ما كنديروش مي كتقولوا لنا المروك، حيت عارفينكم وليدات فرنسا، جدودكم عندهم في البطاقة ديال التعريف مكتوب دوزيام فرونسي، يعني نتوما ماشي حتى فرنسيين درجة أولى، حتى فرنسيين ما قبلوش أنكم تسماو فرونسي، قالوا لكم دوزيام فرونسي، بحال كي قلنا ان العثمانيين ما رضاوش بكم وسموكم كراغلا. فانتوما دوزيام فرونسي طبيعي انكم تقولوا المروك، علما ان جميع الدول الناطقه بالعربيه كتقول لنا المغرب باستثناء وليدات فرنسا اللي كيقولوا المروك. وبما اننا هضرنا على فرنسا فغنقول لكم واحد الكلمه، كوشي دو سولي، كوشي دو سولي، اكوش، اله اكوش، مراكش، المغرب. فهمتي دابا كريغليتي؟ يلا سال الدرس، نتلاقاو من بعد.